ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده يا جماعة؟ ايه الاثارة والمتعة دي؟ يعني الهلال والعين بيلعبوا في ابو ظبي، بيلعبوا على ملعب محمد بن زايد، الملعب اللي هيشهد مباراه نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك. مستوى تاني خالص في كره القدم. المباراه تبدو ليك مباراه في بطوله النخبه في اسيا، لكن هي مباراه هربانه من الدوريات الاوروبيه الكبيره، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، دوري ابطال اوروبا. الهلال المدجج بالنجوم واللاعبين العالميين، واللاعبين حتى زي الدوسري، سالم الدوسري، لعيبه على مستوى عالي جدا، مدرب عالمي جدا خيسوس، معاهم العين الاماراتي بيلعب مع هيرنان كريسبو، بيلعب مع سفيان رحيمي اللي بيلعب الهلال لوحده. يعني مباراه للمتعه، بعيدا عن مين فاز مين كسب، هي مباراه للمتعه. العين بيجيب جون تلاقي الهلال راح ساكه جون، الهلال جاب جون تلاقي العين راح رازعه جون. فالماتش ضرب نار، ده يضرب بوكس تلاقي التاني راح زانه في الركن ويديله بوكس. هي دي الكوره، مباراه ولا اروع ولا امتع من كده. سيبك من مين يكسب، مش فارقه معايا، انا بحب العين وبحب الهلال وبشجع العين وبشجع الهلال، ولو الاهلي بيلعب اي حد فيهم بشجع الاهلي طبعا. لكن مباراه هربانه من الدوري الاوروبي، هربانه من دوري ابطال اوروبا. سفيان رحيمي، ايه ده؟ كل ما تقلب تلاقي سفيان رحيمي بيجيب جون، كل ما تقلب تلاقي سفيان رحيمي بيجيب جون. سالم الدوسري كل هجمه تلاقيه رايح يشوط يجيب جون. ماتش ممتع، يعني اللي ما شافش الماتش اتفرج على الملخص بتاع مباراه العين، واللي عندنا مباراه مع العين يوم 29 اكتوبر. الفوز على العين مش صعب، ولكن محتاج تكتيك محترم من مدرب النادي الاهلي، محتاج حضور جماهيري بكثافه 70,000 مشجع للنادي الاهلي، محتاج لعيبه تموت نفسها في المباراه، محتاج انك تقفل على سفيان رحيم، اقفل عليه الميه ومفتاح، ميه ونور، اقفل عليه اي حاجه. سفيان رحيم في 115 مباراه مسجل 100 هدف، ارقام خزعبليه. الله يسامحه بقى موسيماني، لجنه التخطيط، الله يسامحه اللي ضيع مننا صفقه سفيان رحيم. لعيب حكايه وروايه، لعيب مسجل 3 اهداف في ماتش الهلال والعين، دفاع العين وحارس العين تاكل عليهم عيش وحلاوه. تاكل عليهم عيش وحلاوه، لكن هجوم جبار. هجوم من نار. لو قدرنا نقف قدامهم ونقفل دفاعاتنا بشكل كويس ونلعب على المرتده او نلعب كراتنا الهجوميه، نقدر نكسب العين الاماراتي. تعال نروح لموضوع مهم جدا بالنسبه لاتحاد الكوره ومباراه الاهلي والزمالك وما الى ذلك. عايز اقول حاجه مهمه جدا. انتوا مش ملاحظين ان من ساعه ما هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد مشي وتم الإطاحة بيه، مش ملاحظين إن الزمالك ما بقاش بيكسب بطولات في اليد؟ ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ مش ملاحظين إن آخر 14 بطولة، بالظبط آخر 15 بطولة في الكرة المصرية والإفريقية، كرة اليد المصرية والإفريقية، الزمالك لم يفز إلا ببطولة، سبورتنج بطولة، الأهلي 13 بطولة. 13 بطولة، والزمالك ما كسبش غير بطولة واحدة بس، زيه زي سبورتنج. للدرجه دي يا جماعه هشام نصر كان له دور مؤثر في فوز الزمالك بالبطولات؟ للدرجه دي هشام نصر كان له دور في توجيه اللعيبه لصالح نادي ضد نادي؟ ده اللي قاله حماده الروبي، مش احنا. ده اللي قاله حماده الروبي في احدى جلسات الكلاب هاوس، وقال ان احنا لازم نشكر هشام نصر لانه قدم للزمالك اللي ما قدموش اي حد تاني ابدا. خلي المنافسه في الملعب، الاهلي ياكل اي حد. خلي المنافسه في الملعب، الاهلي يكتسح اي حد. هتحطني بقى في سكه الضغط على اللعيبه وتوجيه الحكام والدنيا دي، الموضوع بيبقى صعب. الموضوع بيبقى صعب، صعب صعب جدا.
عايز اقول نقطة مهمة جدا. هو يا جماعة البرامج الرياضية عندنا، انتوا ناسيين الزمالك مشارك في بطولة السوبر بإيه؟ معلش يعني بعد فوز الزمالك قال لك الزمالك يتأهل لنهائي السوبر المصري للأندية الأبطال، أبطال إيه؟ أبطال على مين؟ لا بجد والله، ده انتوا محتاجيني اجيب لكم شخاره بالكهرباء وتقول لكم ابطال على مين؟ الزمالك بطل ايه؟ يعني معلش الاهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل الكاس، اسمه ايه دوت سيراميكا بطل الرابطه، طب الزمالك بطل على ما تفرج، بطل من ورق، الزمالك مشارك يا جماعه يا جماعه، حد يفوق الاعلام عندنا والبرامج بتاعتنا، الزمالك مشارك بكارت فكه، الزمالك مشارك بكارت، عارف كارت العداد بتاع الكهرباء اغلى من الكارت اللي شارك بيه نادي الزمالك، الزمالك مشارك كده هلهلي جاي بالصدفه، الزمالك ممكن ياخد بطوله ما كانش المفروض اصلا يشارك فيها، وعد عد واحسب. فيا جماعه بعد اذن حضراتكم ابوس دماغكم ابوس دماغكم، حطوا الامور في نصابها، الزمالك مش لازم تقول كده وتفكر الناس، الزمالك مشارك بكارت فكه، الزمالك ضيف على كارت الفكه ظلم تحكيمي يبين لصعود الزمالك للمباراه النهائيه. امبارح في ماتش الاهلي وسيراميكا جمهور النادي الاهلي بين الشوطين مش بعد المباراه، لان في ناس عماله تشير ومش عارفه هي بتشير ايه، بيشير وخلاص. جمهور الاهلي امبارح فيديو متشير اهو اسمعه لكم. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. جميل جميل، حصل حصل، بس ما حصلش بعد الماتش، لان الناس المنافسين بتوعنا او اللي بيتقال عليهم منافسين عمالين يشيروا على اعلى نطاق، بص شوف جمهور الاهلي بيشتم لعيبته بعد الفوز على سيراميكا. لا ما حصلش الهتاف ده، واللعيبه طالعه بين الشوطين لاوضه اللبس بعد ما سيراميكا بهدل الدنيا، بعد ما سيراميكا تعادل، وبعد ما سيراميكا سيطر وضيع التاني والتالت، الجمهور فاض بيه، ولازم الجمهور يفوق اللعيبه. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. لكن هذا لم يحدث بعد المباراه، كان بين شوطي المباراه. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، انا هنزل لك صورة دلوقتي للقطة بتاعت هدف بيراميدز الملغي، وبص وشوف واحكم ابراهيم اسمه ايه اوباما كان تسلل ولا مش تسلل. يا جماعة النهاردة في ماتش العين والهلال في حالة لابد ان تدرس للتحكيم المصري، انا عارف ان حكامنا بخير لكن في الاحتواء مش بخير، حالة النهاردة تدرس في مباراة العين والهلال، الحالة بتاعت طرد علي البليهي. الفار طلب الحكم تعالى في لمسة يد بتعمد وفي كارت احمر، الحكم حسبها فاول وادى انذار، لا تعالى في كارت احمر. فالحكم طلب من الفار قبل الكارت الاحمر شوف لي الحالة من الاول وفي تسلل ولا مفيش تسلل. الناس رجعوا وقعدوا يدوروا ويشوفوا ويطلعوا، وراحوا مطلعين الحاله واضحه وصريحه ما فيهاش تسلل، والشاشه واضحه، عكس اللي ظهر امبارح في شوف ماتش الزمالك. اللي ظهر امبارح في ماتش الزمالك انت بتقول بصوا يا جماعه اهو قدام عينك على عينك يا تاجر، الشاشه زفت، ما انتش عارف مين ازرق مين ابيض، ما انتش عارف الخط معمول على اخر لاعب مين، ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه، ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه. فدرس يدرس للحكام بتوعنا، الحاله قدامك واضح جدا ان اوباما مش تسلل، واضح جدا ان ناصر منسي بوظ التسلل، افسد التسلل، خلى اوباما اون سايد مش اوف سايد، خلى اوباما اون سايد مش اوف سايد. لكن محمود عاشور سليل مدرسة عاشور، واللي بحذر منه من دلوقتي
هناك كارثه بانتظار الاهلي في نهائي السوبر، كارثه تحكيميه. اذا الاهلي ما فاش ليها وطالب بتحكيم اجنبي، على اداره النادي الاهلي انها تتحمل المسؤوليه كامله كامله. النهارده محمود عاشور هو المرشح الاول للتواجد في مباراه النهائي. محمود عاشور اللي طلع قبل كده ها كان موجود في الاولمبياد ماتش الاهلي وبيراميدز، يعني ما كانش موجود في مصر. الراجل كلف نفسه وخد الحاله بتاع ضرب الجزاء حسين الشحات على كلامه اللي هو اصلا ممكن يكون كذب. قال لك انا خدت الحاله ووريتها للحكام في الاولمبياد، قالوا دي فضيحه. قالوا ايه؟ دي فضيحه بالرغم. وقال ايه؟ قال لك الحكم رجع للفار وراح شافها بالفار، بالرغم ان الحكم اصلا ما راحش شافها في الفار. ماتش الاهلي وبيراميدز الحكم يعني هو بيكذب وبيستحمرنا وبيستعمانا. احنا كنا بنتفرج على ماتش تاني في ضربه جزاء حسين الشحات، قال لك اللي حصل فضيحه، ووريت الحاله لزمايلي قالوا انها فضيحه. طب وانت مالك توريها لهم ليه؟ هو انت للدرجه دي انتمائك مسيطر عليك يا محمود يا عاشور؟ للدرجه دي؟ انا ايه اضمن لي ان محمود عاشور انتمائه ما يضغطش عليه في ماتش الاهلي والزمالك؟ ايه اضمن لي؟ حد يضمن؟ لو الكابتن محمود الخطيب يضمن اوكي، بس انت اللي هتتحمل يا كابتن محمود القرار بتاعك. لو الاهلي خسر بسبب التحكيم او الفار لا تلومن الا نفسك، انت اللي هتبقى متحمل لنتيجه الخساره مش حد تاني، مش حد تاني. عايز اقول التلاته بتوع نادي الزمالك اللي ضرب الراجل منظم المباراه، كاميرات الملعب اتفرغت، الموضوع مش كوسه، الموضوع ايه مش كوسه. اصل انا جاي لك تبع كابتن حسين لبيب، انا جاي لك تبع العميد احمد سليمان. لا يا باشا، الموضوع حق وحقك بالقانون، كل واحد ياخد حقه. ثلاثه النهارده راحوا النيابه واتفرغت الكاميرات. في كلام بقى بيتردد بقوه ان مش محمد صبحي اللي ضرب الراجل مع الاثنين التانيين دونجا ومصطفى شلبي، ان عبد الواحد السيد كان التالت بتاعهم. انت بتقول ايه؟ عبد الواحد طبعا نفى. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ اه والله بقول لك التالت اللي كان بيضرب. وعلى فكره الفيديو اللي كان معايا محمد صبحي ما كانش بيضرب، محمد صبحي كان بيطيب خاطر الراجل. محمد صبحي كان بيطيب خاطر الراجل. انتوا عارفين ضربوا الراجل ليه؟ عارفين ضربوا الراجل ليه؟ الغلبان ولا الراجل المحترم بتاع الامن، فرد الامن بتاع الامارات؟ اوباما جاب الجون، الراجل فرح وسقف. ما هو مالك بيراميدز اماراتي، والراجل اكيد بيشجع الفريق التاني مش هيشجع الزمالك. قال لك بس لابس احمر وبيسقف وفرحان، ده اهلاوي عميل، اضرب يا جدع اضرب يا ولا. فاكرين فيلم الواد محروس بتاع الوزير؟ قلت له اضرب يا ولا، فكله نزل يدق في الراجل. قال لك ده اهلاوي جاي يشمت فينا. للدرجه دي يا جماعه؟ يا نهار اسود، للدرجه دي مفيش عقل؟ للدرجه دي مفيش تفكير؟ ما شفتوش الشعار اللي على التيشيرت بتاع الوحده الاماراتي؟ اضرب يا ولا. قال له اضرب يا ولا، كله راح يجامل في الراجل. الراجل متمسك لاقصى مدى بحقه. وانا لو في اداره محترمه في نادي الزمالك تطلع قرار النهارده وامبارح بترحيل الثلاثه، ده لو ينفع بقى ترحيله ما في نيابه ودنيا، بمعاقبه الثلاثه. ولو في اتحاد كره محترم يطلع قرارات ايقاف الثلاثه النهارده. الثلاثه دول لازم يتأدبوا، التلاتة دول لازم يتأدبوا، لأن سورة مصر وسمعة مصر. احنا مش بلطجية، المصريين عمرهم ما كانوا بلطجية، المصريين شعب متحضر.
فلازم نثبت للعالم كله ان احنا ناس محترمين ما نقبلش بالاهانة لاي حد او التجاوز في اي حد. يا ترى هل ترى اتحاد الكورة مش الكوسة الكورة هياخد قرارات ضد لعيبة الزمالك ولا الموضوع هيعدي سودان؟ خلصت اخبارنا ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم.